جدكي واليوم زغرينا وغرس مزمنا قلتي وين حس الثمن خوك عرفتو كي جيت من الجزائر للمغرب خوك كان صاحبي كمارات إنسان شريف جو داو هذي سنين ديتو بظهرك على اسطنبول انت ممشي للحدود مع العراق يعني بصعوبة شوية بصعوبة سيطرات وسيطرات اللي طريق بتقريبا انفجارات هيجي عائشة أنا في أباك وفي أمك لما درتيش داك الشي اللي كان نقولك نضربك لا رشقت لي نضربك السلام عليكم اخويا راني في مشاكل كبيره لله هنا تقدر تديني معك